خوتي الاعزاء، السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقه الجديده. نتمنى تكونوا بخير. شكرا لكم على الدعم ديالكم معنا في القناه المتواضعه. في هذه الحلقه غادي نشوفوا جوج مقاطع ديال الفيديوهات. الفيديو الاول اللي غادي نشوفوه ديال الجزائري شوقي بن زهره اللي داير واحد المباشر وطلع معه واحد الجزائري اللي كان دائما كيطلع وكيبقى كيسبوا في التعاليق، ولكن نهار اللي طلع ومشى لتيندوف وشاف البوليزاريو كيفاش عايشين رجع طلع معه فهاد المباشر وكيعتذر وقال له اسمح لي بزاف، دابا عاد عرفت الحقيقه. اصدقائي الاعزاء، ما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم نتوما اللي غتفرجوا تعطوني الاراء ديالكم في قناه التعليقات. ما تبخلوش علينا بلايك، لان اللايك ديالكم هي اللي كتخلي الفيديو يطلع باش يوصل لجميع المغاربه. والله شوف خويا شوقي، انا كنت نسمع اللايفات تاعك من قبل. ايوا وشنو بصح عباك؟ شوف كي كنت تقول حكومه في تندوف وجمهوريه واحده اخرى، ما نكذبش عليك خويا، انا كنت نطيح لك، والله كنت نطيح لك. انا تسمى قلت هذا تسمى راه يخرط، هذا راه راك تعرف مي. شوف شنو نقول لك خويا، انا هبطت لتندوف وشفت بعيني خويا، والله يعني قبلك ما صدقتش يعني على كل حال. مي راح نقول لك، احنا نهبطوا لتندوف نجيبوا في البارفان من عندهم، من عند البوليزاريو هذا البارفان العطور. بارفان وي العطور خويا الاوريجينال، نجيبو فيها من عند تاع البوليزاريو. تسمى كاين سوق؟ لا باش يفهموا الناس برك، البوليزاريو راه ما يخدموش المدغول، كلش اوريجينال. اوريجينال خويا اوريجينال. شوف كاين سوق نهار الجمعه في تندوف، يتلموا هادو تاع البوليزاريو ويجيبوا سلعه، يجيبوا تليفونات ما كانش ما همش يدوروا هنا في السوق تاع الجزائر، يجيبوا فيه حوايج غير الاوريجينال خويا، احنا نشريو عليهم. والحاجه يعني اللي زدت يعني خويا شوقي، واش نقول لك يعني، الحاجه اللي زدت شوكيت فيها انه المخيمات كاين حوالي بالك 6 مخيمات، العيون سمارة الرابوني. وي المشكل وين خويا؟ المخيمات هذه راهي كاينه في الجنوب الشرقي، ومواجهه كيما نقولوا جهه الحدود في الغرب، تسمى راهي لداخل في الجزائر جهه الشرق ماهيش في الغرب. تسمى الوزارات هذو اللي كنت نوري فيهم راهم داخل الجزائر، باش الناس تفهم. اللي كنت نوري وزاره الدفاع وزاره الموارد المائيه وكذا راهم داخل الجزائر، راهم منين المخيمات؟ وي خويا شوف جيت نقول لك حاجه، قبل كل مخيم خويا كاين شرطه تاع البوليزاريو سبيسيال، وعندهم كومبا تاعهم، عندهم لبسه تاعهم يا خويا. والله اكستاد كاني وريت الاسباني هذاك اللي جا لتما حارب، لقى الدرك الجزائريين بعد كيوصل لبلاصه لقى تاع البوليساريو. وي وي صح كاينه. والله يا خويا عبالك تبهديله، والله عيب يعني، عيب يا خويا. احنا هنا انا في البلاد، انا شوف خويا والله لا خدمة، لا حالة مزرية هنا في البلاد، أوضاع مزرية. ويجي وي نسقسيك الصوت يرجع شوية، قلت لي من قبل تسمى، قبل ما تسمى حتى شفت باش فهمت باللي كي كنت أنت كنت تسبني قبل ما تشوف هذو الأمور. وي خويا والله كنت نطيح لك أنا، والله كنت لا على أساس أنا باش نفهم، على أساس أنت كنت كي تسمع من قبل واش كنت نهضر كان يبان لك باللي راني نخرط على هذه تندوف وعلى البوليساريو وعلى الجمهورية، كان يبان لك خرطي. وي انا كنت نحسب فيك تتخايل راك تجيب من راسك، ما صدقتكش انا، قلت محال تكون هذه الحكايات اللي راك تحكي فيها. اما راني شفت بعيني يا خويا والله العظيم، غير عندهم قبل كل مخيم عندهم شرطه سبيسيال تاع بوليساريو تاعهم. ايماجيني خويا، نزيدك حاجة برك، والله خويا صدقني والله العظيم، في تندوف والله دوروا بال، تعرف هالبيويت ميتسوبيتشي دير مليار، واش خويا والله يدوروا بها بالك مخ يحبس. منين هاد الماتريال هاد الدراهم؟ الماتريال ما عندهم ما تشوفوش فيه حتى ولاية جزائرية. سبحان الله خويا والله تبهدل على كل حال. والله واش نقول لك خويا شوقي؟ ربي يحفظك خويا العزيز، ربي يسترك خويا ومرسي العزيز. شكرا لك، مرحبا بك خويا. مرحبا بك خويا. علاش سقسيت هذا؟ قال لي تما من قبل كان يسبني في التعليقات ويقول باللي راني نخرط وكلش،
تما الناس اللي خصوصا انصار النظام اللي راك تسمع وراك تقول درك راك في نفس الحاله اللي كان فيها خونا قبل ما يشوف بعينه واش راني نهضر. وعلى بالي ساعات واحد كيسمعني ويقول لك يقول لك هذا راه كانش من هذه شنو الجمهوريتين دو هذا حنا جوكر السياده يا خو واش بك حنا الشهداء اخو نارح. واش قلت لكم انا على جمهوريتين دو السيارات ما تشوفها في حتى ولايه جزائريه المواد اللي وكلش انا قلت لك غير الاوريجينال غير الرسمي ما كانش هذاك مدغول ولا تاع لاشين ولا تاع الصين ما يخدموش هما البوليساريو يخدموا غير الحاجه الصحيحه. وانه عندك قوات امنيه اجنبيه داخلها وخونا قال لك قبل كله هي حقيقه قبل كل هما ما يسمونا الولايات واللي هي مخيمات قبل ما كل مخيم عندك القوات القمع الامنيه تاع البوليساريو داخل اراضي جزائريه وهما يدخلوا واش يحبوا للجزائر دون ما يخلصوا اي ضرائب. على بالكم درك في الجزائر لي جون هذوك اللي يخدموا كان الموقع هذاك الصيني هذاك علي اكسبريس كانوا يديروا طلبيات منه ويدخلوا شويه امور هكا وتخلص تخلص حتى لو كان حاجه غير قليله. درك قال لك اللي يكوموندي واللي يديروا طلبات من الموقع هذا بعدد كبير تاع حاجه بعدد كبير الجمارك عندنا يحكموا له السلعه تاعو ودرك راهم يصعبوا فيها بشكل رهيب. السيارات ما تقدرش تدخل البوليسار يدخل كما يحب. شوكر 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 هاو خونا باش يسترزق لازم يروح عند البوليساريو باش يجيب قال لك البارفان العطور. شكون هادو اللي جايين اللي عندهم العطور الاوريجينال هادو حابين اللي جايين في العالم كامل ياكل ويشرب البوليساريو البارفان ديور شنو قال لك خونا الاوريجينال. بعض الجزائريين بداو كيعيقوا بالقالب اللي دار لهم النظام ديال الكبرانات والنظام ديال الكبرانات براسو جلس على اكبر قالب وهو ديال البوليزاريو. دابا اصدقائي الاعزاء غادي ندوزو نشوفو واحد المقطع ديال واحد الفيديو ديال واحد الجزائري اش كيقول على المملكه المغربيه الشريفه. تروح المغرب غادي تنخلع الكره الارضيه كاينه في المغرب. تبغي المدينه الحديثه كاينه تبغي المدينه التقليديه كاينه الحرف كاينين وحرف اكيد دايرين. تروح الاحياء هادو اللي هدرت لك عليهم تلقاه بنادم قاعد بمارطو كبيره ينقش ويلحد في طرف تاع نحاس يقول لك هاد الحرفه وارثها على جدي العاشر. جدي العاشر واه اسمع يا الخنشوشه اللي ما تعرف جدك شكون. حنا فروخه نتاع تاريخ وهذه حقيقه وخصها تتقال. هذا تاريخ ما نهربوش منه. حنا ما حنا مفرخين. حنا جاو العثمانيين فرخوا فينا جاو الفرنساويين فرخوا فينا ما عرفنا روح. حنا اوني اون راس نو ايدونتيفي ار ان اي راس نو ايدونتيفي سي بور سا نغيرو من المغرب وسي بور سا نحوسو نفاجو على رواحنا بالمعايره سي بور سا نسولاجيو على رواحنا بالسبان والشتائم. على قدر الشتائم قدر الالم المونا دايرين قلة. سي بور سا عندنا الحب والغل والكراهيه من جهه المغرب على خاطرش نغيرو منهم. حنا مفرخين وهما حضاره. حنا فروخه نتاع التاريخ وهما اصل وفصل ولاد الناس ولاد الفاميليا. ديجا غير كيقول لك جدي العاشر تفهم كل شيء. نعرفوا حنا هاد الصوالح في بلادنا. المغرب راه فيها كل شيء يا صاحبي الشهامه الرجوله تكنولوجيا اخر طراز السلاح اخر سلاح تاع كي داير غير ما راهمش باغيين عندنا المغاربه عندهم واحد السلاح على بالك لو كان تبوني شرك فمه مالي والنيجر وتشاد يولي عندهم البحر الابيض المتوسط. الموجه اللي راهي تضرب في وهران وفي الجي وفي سكيكدا تولي تضرب في المالي والنيجر وتشاد. فهمت المقصود شوالا يعني كل الجزائر البحر الابيض المتوسط راني نقول لك مالي واللي عندها شاطئ بالسلاح اللي عنده. خالعيننا حنا العصابه جايبين الخردان تاع الروس. راه المغرب راه فيه كل شيء يا صاحبي تاريخ حضاره شهامه رجوله صنعه كل شيء العالم باسره كاين في المغرب. تبارك الله عليكم يا اخوتي المغاربه وربي يزيدكم نور على نور والتطور والازدهار والله يبارك في المملكه المغربيه الشريفه. وحنا العصابه العسكريه الى الجحيم ودرت يا اللي ما فيك حليب والسلام عليكم. كيف ما سمعتوا معنا اصدقائي الاعزاء كان هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى يكون عجبكم. شكرا لكم سمحونا لكم نطولنا عليكم. الناس اللي باقي ما شاركوش معنا مرحبا بكم شاركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد اللي كنحطوا دائما في هذه القناه المتواضعه. غادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله. ديما مغرب والسلام عليكم.